الرب يسوع قال لتلاميذه كذا فصلوا أنتم هكذا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك دي الصلاة اللي الرب علمها لتلاميذه أنهم يصلوا بهذا النموذج أو هذه الطريقة صلوا أنتم هكذا شفنا في الحلقات السابقة أنه الصلاة الحقيقية هي اللي بتدخلنا إلى عرش الله إلى قلب الله إلى حضور الله فمش بيبقى مجرد أداة أو تأدية ممارسات لكن هي علاقة شخصية حميمة مع الرب أخي أندرو الحقيقة أنت حضرتك كلمتنا في أعماق جديدة عن الصلاة لكن عايزين زي ما الكتاب بيقول أن الإنسان كل كاتب متعلم في ملكوت الله يخرج من كنزه جددا وعتقاء في حاجات إحنا تعودنا نقولها من زمن من أيام ما ابتدينا نتكلم حتى أول صلاة حفظناها هي أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك إلى آخر الصلاة لكن النهاردة عايزين نشوف معنى جديد لما إحنا بنصلي نقول أبانا الذي في السماوات إيه المقصود بالكلمة دي؟ ربنا يباركك الرب بيحط قدامنا نموذج عشان نقدر نسير مش عشان نردده لكن عشان نقدر نسير وفق هذا النموذج نتعلم منه ونعرف إزاي نصلي ونعرف ايه هي علاقتنا مع الرب ونعرف الرب بيمثل لنا ايه كمؤمنين ونعرف ايه اللي اللي دخلنا الى الاعماق الشركه واللي وصلنا تكون في السماوات المفتوحه من خلال الصلاه لم يقصد الرب في عباره هكذا ان صلوا نفس الكلام بالدليل عندنا يعني دليلين مهمين جدا في الكتاب المقدس الدليل الاول وده مش بقصد يعني العبارات دي والكلمات دي احنا هنا بنتعلم عن الصلاه أي. مش بقصد ان انا انقد اي ناس بتصلي ابانا الذي لا طبعا او اي طائفه او كنيسه معتمده او معتبره صلاه اساسيه لابد ان تتردد لكن انا بقول الرب كان عايز يقول ايه من وراها بالظبط والدليل ان الرب لم يقصد الترديد مش معناها قولها غلط لا نقولها صح ونقولها ونصليها بس ما بيقصدش الترديد بتاعتها بتاع الصلاه دي باستمرار الدليل ايه في حاجتين الحاجه الاولى ان الرب قرر الصلاه دي في إنجيل, هن... صحة قرر في انجيل لوقا صح 11 لكن لما قررها في انجيل لوقا صح 11 غير كلمات. في بعض الكلمات فلو هو يقصد الحرفيه ما كانش غير في بعض الكلمات بالظبط فتغيير الرب في بعض الكلمات لانه الا في مناسبة مختلفة، تغيير الرب يقصد انه المعنى. لا اقصد الحرفية لكني اقصد جوهر ومعنى الصلاة. مه. رقم اثنين، الاناجيل سجلت لنا صلوات كثيرة جدا للتلاميذ يسوى. وللرب يسوع. يعني كلمة الرب يسوع او صلى يسوع او مضى الليل كله اللي يصلي الاناجيل تسجل لنا 25 مرة عن الرب يسوع صلى والاعمال الرسل والرسائل تسجل صلوات كثيره عن بولس لقد وعن بطرس وعن تلاميذ المسيح مم. لم نجد في مره ان حد صلى حرفيا ان حد صلى حرفيا بصبت. لكن كانوا ماشيين بالفكر كانوا ماشيين بالجوهر ومعنى الصلاه دي فما حدش يفهم ان كلمه هكذا تعني الحرفيه لكن كلمه هكذا تعني الروح بتاع الصلاه جوهر الصلاه على هذا المثال على هذا المثال زي ما كتب عن خيمه الاجتماع بس. ان الرب قال لموسى اصنع الخيمه على هذا المثال, المثال هكذا يمكن. الرب يقول لنا صلوا على هذا المثال ايه هو المثال انك تبقى داخل عارف انت بتصلي لمين انك داخل في حاله عارف ان الله قدوس يعني محضره ما تسيب انك داخل بتعلن ملكوت الله على حياتك انك داخل تطلب مشيئه الله في حياتك. حياتك انك داخل تبقى عارف انه لانه هو ابوك هو قدير انه يسدد كل احتياجاتك قدير ان هو يرفع معطلات نتجت عن عدم الغفران للاخرين قدير ان هو يحفظك ويحميك وينجيك من الشرير ليه لانه هو له المجد والقوه المجد. هو ده المضمون الجوهر بتاع الصلاه لم يقصد مرة ثانية لم يقصد الرب يسوع المسيح الحرفية ابدا. حاجة تانية متى صليتم واحنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده لا تعني ان الامر متروك لمزاجي او اي وقت ويمكن ما صليش خالص لا تعني عندما هتقف لتصلي فمتى صليتم تعني اهمية الصلاة وتعني حتمية الصلاة وتعني ضرورة الصلاة وتعني ان عندما تقف تصلي لا تصلي مثل الكتبه والفرسيين لكن, لكن تصلي, تصلي بالمنهج وبالاعلان الجديد اللي الرب بيحطه قدامنا كنموذج نتعلم من خلاله اول كلمه قبل ما اقول اول كلمه اللي هي ابانا الصلاه اللي وضعها الرب قدامنا الاباء والمعلمين والباحثين وال في كلمه الله اتقسمت الى ثلاث اجزاء رئيسيه الجزء الاول ما يخص الله والجزء الثاني ما يخص معاملات الله معنا والجزء الثالث اللي هي الايه الاخيره ذكرت في متى ولم تذكر في لوقا لان لك الملك والقوه والمجد ما يخص تمجيد الله دول يعني شوفي صلاة بناخدها تقريبا في حوالي ثلاث اه ايات او اربع ايات في حوالي اربع سطور لكن الاربع سطور دي حتى بناخدها في ثلاث سطور لان هي بتبدا من يعني من عدد تسعة تسعة و10 و11 و12 و13 اربع سطور لكن في الاربع سطور دي فيها ثلاث تقسيمات مهمين جدا التقسيمه الاولى ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كلها بتنتهي بحرف ايه الكاف اللي هو حب لله لله خاصة بالله لك أنت التقسيمة الثانية خبزنا إحنا بقى كفافنا أعطنا إحنا نحن اغفر لنا مم. نحن أيضا لا تدخلنا نجنا كلها بتنتهي بإيه؟ علينا إحنا نون النون إحنا عائدة مم. وينهي الصلاة لأن لك تاني رجع ت... اه بس ايه بعطيله التمجيد الجزء الاول بعطيله المكانه الجزء اللي في النص بعلن عن الاله في معاملاته مع الانسان في اهتمامه بالانسان الجزء الثالث اللي هي الايه الاخيره بديله التمجيد يعني نقدر نقول مثلا ان الجزء الاولاني اكنه الهيم الهيم, إلهيم الرب الخالق بالضبط القادر على كل شيء اللي له كل مجاري الامور كل الصلاه بعظم شخص الرب الخالق العظيم، وبعدين بعلن اسم يهوى بقى الاله الحاضر في حياتي اللي بيسدد احتياجاتي، اللي بيحفظني من الشرير، اللي بينجينا من تجربه، اللي بيعلمني الغفران لانه غفر لي، علاقة بيني وبين الله وال... والجزء الثالث انه الكل كل ما فيا بقى وكل ما في الرب يقول لمجد لمجد الله لم ده مظبوط عارفه في الاربع آه آه آيات دي بنشوف عشر صفات من صفات الله عشر صفات في أربع آيات الصفة الأولى أبوة, أبوة. الله الصفة الثانية القدوس القدوس الصفة الثالثة الملك الصفة الرابعة الصالح مشيئة الله تعلن عن صلاح الله الله صالح الصفة الخامسة الراعي أو المعطي الصفة السادسة الغافر الصفة السابعة الحافظ الصفة الثامنة المنجي الصفة التاسعة القوي أوي. الصفة العشرة الممجد هاللويا شوفي أربع آيات بنستخرج منهم عشر صفات وما أروعه ده ممكن مش عشر صفات يعني أعطينا ده الرب الراعي الرب المعطي الرب الواعد الو... يعني ممكن المحتاجة. ناخد فيها كم صفة أديه الصلاة دي غنية ومعانيها غنية وقد من نتعلم منها مين هو الإله اللي أنا ماشي معاه مين هو الاله اللي انا بدخل لمحضره احضره مين هو الاله اللي بجد راحتي فيه هاللويا. فعلا بجد راحتي تعالوا الي وانا اريحكم فريحكم. هو ده الاله ما فيش راحه الا في حضن الرب وما فيش راحه الا في شخصه ويقول كده تعلموا مني وفي الاخر وديل. تجدوا راحه راحه لنفوسكم الايه دي اللي في متى 11 28 و29 تعالوا الي جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم أريحك. هنا ال الايه دي متقسمه لجزئين ونلاقي كلمه راحه قررت مرتين الراحه الاولى الراحه من الخطيه وعبء الخطيه يتحدث هنا عن الخلاص عشان كده قال وانا اعطيكم الراحه الثانيه تختلف عن الراحه الاولى الراحه الثانيه نجدها نحن عندما نلتزم ونسير وفق تعاليم الرب وإرادة ومشيئة الله هو ده الرب هو ده يبدأ الرب يسوع المسيح بكلمة جميلة أدير روعة الكلمة دي متى صليتم فقولوا أبانا غير كل المفاهيم انت عارف يا اخي اندرو بحس ان كل الديانات او المفاهيم المغلوطه عن الله بتعمل في الانسان حاله يطم الانسان بيبقى عايش في العالم لوحده بلا اب بلا سند بلا مصدر يلجا اليه بيبقى الانسان انفصاله عن الله بيعيش المعنى الحقيقي العميق لليتيم اللي ملوش اب بالظبط تعرف كلمه اب في العبري او في الارامي أف ب اب الف ب تركيبه الحرفين دول في اللغه العبريه ليهم مدلول فظيع الالف هو اول الحروف فبيسموه راس الحروف والب في العبري ينطق بيت بيت زي بيت زي بيت, بيت حرفي أو. فكلمه اب معناها راس البيت وصاحب البيت وعمود البيت. هللويا ده بس النطق بتاعه هو ده النطق او المنطوق اللي خارج من فم الرب. ده ده زي ما احنا بنقول الف ب وما آه. بيقول الف بيت. 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 اه ما ب أيوه. بالعبري بيت. بالظبط بيت. اه بيت يعني بيت. بيت. صحيح. والف يعني راس الاول الاول العمود الاساس صاحب البيت. عشان كده هو كمان شبهنا احنا بيت بيت لرب احنا بيته نحن هو عايز يكون في حياتنا هو كمان رأس حياتنا رأس صح. البيت لما ف... انطق الكلمه دي وصليها ده تعني ايه بالنسبه ليا؟ رقم واحد ان انا فرد من عيله وابو والله ابويا ابويا لان هو رأس البيت فالبيت لعيله فانا فرد من العيله اتنين تعني ان الرب هو لانه صاحب البيت هو المسؤول عن البيت فانا فرد في عائله الله عشان كده متى صليتم فقولوا ابانا ده معناه ايه انا داخل مدرك ان انا فرد مهم جدا وعضو مهم جدا وجزء مهم جدا من عائله الله فاكر الايه اللي بتقول الذي منه تسمى كل, كل عشيره, عشيرة. نعم. يعني كل بالضبط يعني انا عايز اقول كمان ان اب مم. كلمه تعني المصدر بالظبط المنبع مم. المعطي مم. الذي منه يعني لما زي ما به منه وبه وله كل الاشياء, كل الأشياء ونحن له مم. ده مصدر حياتنا ده المعطي للحياه الكلمه دي قصد المسيح من ورا الكلمه دي لما نبدا بيها صلاه بيرفع كل حواجز وفواصل وخوف زي ما قلنا انه ما حدث لشعب اسرائيل في رحله معاملات الله معاهم وفي رحله وقوعهم انتاب شعب اسرائيل رعب من الله لدرجه ان هو كانوا خايفين منه وخايفين يكتبوا اسمه وخايفين ينطقوه في المجامع لدرجه ان حطوا ادوناي او ايل بمكان آه يهوى, يهوى. فالرب النهارده وبيتعامل مع تلاميذ الرب النهارده جاي يقول ما تخافش انا ابوك مش هو ده المرعب هللويا ابليس ضحك عليك وقال لك شوف بيعجبك ازاي شوف بيقدمك ازاي شوف لما وقعت وعمل ايه لا مش هو ده الاله المرعب ابليس هو اللي شوه الصوره دي وكان الرب في افتتاحيه الصلاه دي ويقول لنا مش م... يعني يحق لنا ان احنا ندخل نصلي ونقول يا ابانا بس قبل ما انطق الكلمه والقصد اللي الرب كان عايزه لينا مش مجرد نطق الكلمه لكن مجرد شعور يمتلكني واحساس وادراك وفهم وتعليم ووعي ان انا داخل مش خايف منك. داخل لابويا داخل لابويا ايام الخوف انتهت افتكرت الابن الضال يا اخ اندرو لما كان يعني اتصرف كل حاجه غلط وراح بدد كل الميراث بتاعه لكن عرف ان اقوم وارجع مش الى بيت ابويا الى ابي الى ابي الحضن المفتوح م. الشخص اللي انا متاكد برغم كل العيوب اللي عملتها وكل الخطايا اللي ارتكبتها وكل الميراث اللي بددته لكن اقوم وارجع الى ابي واقول له يعني كان مدرك الابن الضال ده مع كل الغلط بتاعه ان ابوه لسه حب مفتوح بالضبط الله ع... المسيح عايز يقول لنا الهنا مش بعيد م -م. المسيح عايز يقول لنا مش واقف د... الهنا مش واقف ضدنا المسيح عايز يقول لنا الهنا مش بيخوف بالظبط المسيح عايز يقول لنا الهنا قريب م -م. المسيح عايز يقول لنا الهنا اب المسيح عايز يقول لنا انت ادخل مش عبد ادخل ابن المسيح عايز يقول لي طالما هو اب هو مهتم بكل تفاصيل حياتك هو المسؤول عن كل شيء هو له خطه في حياتك وهو مسؤول عن تكمله وتتميم هذه الخطه في حياتك ما تنسيش ان المسيح كان بيتكلم يهود واليهود زي ما قلنا بسبب الظروف اللي اجتازوا فيها خافوا من ربنا فشافوه بعيد ما يميزنا احنا في ال... كمؤمنين العهد الجديد مش بس ان الكنيسه صار جسد المسيح لكن الكنيسه صار ليها الحق ان تقول يا ابا الاب مم. بشكل شخصي لان فينا الروح القدس وبشكل شخصي الذي يصرخ فينا يعني آه. الرب حط الاقنوم الثالث من اللاهوت فينا عشان نقدر نخش في الوحده دي مم. اما شركاتنا نحن فهي مع الاب ومع ابنه يعني ونقدر نقول العباره دي بشكل شخصي بالظبط المسيح بيعمل نقله جديده من عهد العهد العهد القديم اللي هما شعب اسرائيل ما كانش فيه يهودي مهما على شانه واقول حاجه ما حدش يتخض ولا موسى ولا ابراهيم ولا اعظم الانبياء ولا اعظم الملوك مم. عند اليهود بما فيهم داود او سليمان او 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 يشيع او الملوك الاتقياء يتجرا ان يقف قدام الله ويقول له يا ابويا دي حقيقه ما كانش ينفع ولما قالوها قالوها بصيغه الجمع ولما... يا الله انت ابونا اه وده اللي قاله اشعياء لما نحط قدامنا مم. اشعياء 63 فانك انت ابونا وان لم يعرفنا ابراهيم وان لم يدرنا اسرائيل يعني لو اسرائيل مش داري مش بينا من مش منتبه لينا انت يا رب ابونا ولينا منذ الابد اسمك بمعنى ايه ابونا بصيغه الجمع ما يقدروش يقولوها بشكل فردي لكن صار لنا الامتياز من خلال عمل المسيح وسكن الروح القدس في حياتنا والروح القدس الذي يشهد لارواحنا اننا, أننا أولاد الله. ما احنا مش بندعي ان احنا اولاد الله لكن هناك شهاده قويه كما شهد الآب للإبن الإبن. هذا هو ابن الحبيب, إبن الحبيب الذي به سررت يشهد لنا الروح القدس. القدس اننا اولاد الله, الله. ولاننا اولاد الله صلينا الحق ان نقول يا, يا أبا, ابا الاب هللويا هللويا انا داخل بقول له ابويا مش داخل على حد غريب مش داخل على حد بعيد صحيح هو قوي صحيح هو قدير كليه القدره كليه القوه صحيح هو كل العدل كل القداسة كل ده صحيح لكن أنا ده هو أعطاني الجرأة والحق والامتياز أن أدخل إليه بصفة الإب ده كمان بيدينا إحنا كإنسان يعني إن أنا عارف هويتي اختلفت يعني أنا لو داخلة كعبد أطلب أو أكون في محضر حد عظيم جدا هبقى داخلة بأتيتيود أو آه آه يعني يعني انت عارف مضطرب وانا نفسي ببقى مدركه حقيقه م. نفسي ان انا عبد لكن الموضوع ابوه الله ليا بيغير في هويتي انا نفسي ان انا كابن رايح لابويا اشعياء 64 على 8 بيقول له كده والان يا رب انت ابونا م. نحن الطين وانت جبلنا وكلنا عمل يديك مفهوم الابوه عند الامه اليهوديه واللي الرب حب ينقلنا من المفهوم ده ان كلمة أب تعني من له المهابة من له التمجيد من له السيادة من له العظمة وكلمة أب بصيغة الجمع اللي جات واللي كان بيقولوها اليهود وما يقدروش يطلقوا عليه يطلقوا اللفظ ده بشكل شخصي, شخصي. كما نطلقه نحن ونقوله و و و نحن واحد انت أبونا اي الذي خلقتنا زي ما انت قلت تعبير من شويه الاب يعني مصدر. المصدر والوجود مم. فلما يقولوا له انت يا رب ابونا معناه انت سبب وجودنا انت مصدر. اساس وجودنا لانك انت الخالق رقم اثنين كان يروا في عباره انت ابونا انت يا رب المنعم علينا. والمعطي المنعم علينا والمعطي لنا فكان يروا في عباره ابونا الراعي المعطي رقم ثلاثه أنت أبونا بمعنى يا رب أنت جمعتنا كأسرة واحدة كأمة واحدة نحن شعبك وغنم مرعاك ففكرة أبونا بصيغة الجمع تعني العائلة ودي تخلي كل واحد يحس جنب التاني إنه أخوه إن أخوه بالفعل حتى لو هو مغترب عنه في الجسد وينتمي لصبت تاني أو عيلة تاني أو عشيرة تانية لكن تشاركهم في عبارة أبونا جعلهم يشعروا بانتماء إلى العيلة الواحدة وده اللي الرب بيعمله وده اللي المفروض احنا نحسه بالظبط رقم خمسه تعني ابونا لليهودي معناه ما له الطاعه والخضوع قال الخضوع للاب وده اللي قاله الرب انت قررت الايه دي في كذا حلقه كذا مره اللي هي جت في سفر ملاخي ان كنت انا اب فاين كرامتي شافوا من المنظور ده طالما الله ابونا يبقى له الكرامه له السياده له السلطه له الاحترام له التبجيل له العظمه اخر حاجه مفهوم الابوه عند الله مفهوم يعني القياده دي مهمه جدا القياده انت ابونا مالناش نقود نفسنا انت ابونا انت اللي تس... بالتعبير يعني انت اللي هتسوق المركب بالظبط انت اللي هتمشينا انت اللي هتقودنا ده الست حاجات لنظره اليهود لعباره انت يا رب أبونا. ابونا وهذا الامر يختلف اختلافا كلياً عن المفهوم الجديد اللي بياخدنا له المسيح وبيخدنا له العهد الجديد وبيخدنا له الايمان بالمسيح في يوحنا إصح واحد لو استاذنك تقري الايه دي قبل ما نختم حلقتنا لما يقول كده اما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا يعني لا كلمه سلطان مم. انا عايزة أفعل اعطاهم ايه سلطان يعني ايه سلطان الاثوريتي ال ال هي دي يعني ال الحق الحق الامتياز ال مش اعطى سلطان الامتياز اعطاهم سلطان يعني اعطانا هذا الامتياز اعطانا هذا الحق صار هذا حق من حقوقنا من خلال إيماننا بالمسيح حق من حقوقنا أننا صرنا أولاد, أولاد الله. الله ليس لأننا منتسبين لعائلات مسيحية لكن لأننا ولدنا من, من الله. الله وإن كنا أولاد لله وإن كنا أبناء لله فنحن إيه؟ ورثة. ورثة الله وارثين مع المسيح. مع المسيح ادخل وأنت عارف أن أنت أب ادخل وأنت عارف أن ده امتياز ادخل وانت عارف ان ده حق من ضمن الحقوق الكثيره التي منحها الرب لنا في المسيح انك بتتكلم كاب شفنا صوره اليهود في منظورهم تجاه كلمه ابانا لكن هنشوف بعد كده ايه الاختلاف انا مش بس انه ده امتياز وده حق لكن الكلمه لها مدلولات كثيره جدا بنعمة الرب في الوقت الجاي أنا قدامها أكتر في اسم يسوع أه بشكرك جدا يا أخي أندرو بشكر رب أنه هو أبونا يا رب بشكرك لأنك أنت بقيت أبينا أبونا يا رب بشكرك لأننا نص... نقدر نصرخ ليك يا بابا نقول لك يا آبا الآب يا رب بشكرك لأن إحنا مش يتم ولا متروكين في العالم لكن أنت بتهتم بينا أنت قلت إن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة فكان بالحري أبوك الذي في السماوات إدينا رب نتمتع بأبوتك نتمتع يا رب بكل حاجة في شخصك علشان نقدر يا رب نعرفك كالأب الحنان الرحيم القدوس الممجد اللي بتسدد كل احتياجاتنا يا رب وبترعانا بشكركم أحبائنا والى اللقاء في حلقة جديدة وصلوا هكذا Tchau.